السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لسه مستمرين معاكم جماعة، زي ما انتم شايفين البحر اهو، شاطئ أم رخم في مطروح، شاطئ اسمه أم الرخم، مرسى مطروح، كل يوم في مكان جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم يا جماعة معانا مستنيين. مستمرين يا جماعة معاكم، لسه اليوم طويل اهو. شاطئ الأبيض العام. الله عامر، هكذا كانت الشمس. يا مسارح يا رب. هاي يا جماعة شايفين القلنفيش؟ القلنفيش هذا منور عامر. الله ينور عليك. قلنفيش مستمرين معاكم يا جماعة، مرسى مطروح، شاطئ الأبيض العام، كل يوم في مكان عشان خاطركم انتوا بس. الله ينور. عايزين بقى دنيس يا ريس، جاي في طريق يا ريس. دنيس ولا غلنفيش زي اللي طلعت دلوقتي او ميرة، اي حاجة النهاردة. غلنفيش وميرة المية. الله ينور، الله ينور عليك. السمكة حاضرة يعني. شاطئ ده عامر، شاطئ الأبيض العام مطروح. الله ينور يا ريس. معنا الصياد يوسف برضو معانا اهو. فاضية شكلها كده، فاضية. شايفين المية يا جماعة؟ زي ما انتم شايفين المنظر جميل. شواطئ مطروح دي من أنظف الشواطئ في مصر كلها يعني، والشاطئ ده بالذات ناس كتير ما تعرفوش. شاطئ الأبيض العام صيد، مية جميلة زي ما انتم شايفين كده، في جزء جوه اهي. النهارده يا جماعة ميرة وغلنفيش. اهو يا جماعة ميرة، غلنفيش اهي. حاجات بسم الله ما شاء الله، حاجات في مطروح بس. وادي الميرة برضو سمكة اهو، لسه طالعة يا جماعة اهو. الله ينور يا باشمهندس محمد. الله ينور يا باشا. اللهم صل على النبي. دنيس اهو، دوز اهو، دنيس اهو.